في مايو الحالي في يعني 2018 وتنتهي في مايو 2019، فده حدث من ضمن الاحداث اللي بتضم الدول العربيه في مختلف النطاق. ده اول جزء. الجزء الثاني والمهم ان احنا خلاصه الفيلم ده ان القيادات السياسيه عملت اللي عليها. يعني هم كقياده سياسيه تواصلوا مع بعض العديد من الزيارات، قابلوا بعض كتير، حطوا رؤى مشتركة ما بين مصر والسودان، حطوا النقط على الحروف. يبقى الدور علينا احنا، الدور على الشباب. عندنا حالات تحرك متتابعة بنقوم بيها على مستوى الوزارة، على مستوى وزارة الشباب، إيجاد تواصل حقيقي على مستوى شباب المنطقة كله، إيجاد حالة تفاعل حقيقية مع شباب المنطقة، عايزين حالة شبابية للتحرك، عايزين رؤى شبابية لمكافحة أزماتنا ومواجهتها. كل ده بنسيبه في فعاليات متتالية قد تكون البداية من هنا، وعايزين شكل مستمر من أشكال التواصل ما بين شباب مصر والسودان. حصير حقيقة شغالين عليها في المجلس، شغالين عليها داخل برلمان مصر، في برلمان حوض النيل. عندنا إرادة رئاسية تنفيذه، عندنا رغبة داخل البرلمان المصري والسوداني في تحقيقه. نتحرك على هذا الدور لتحقيق شكل برلماني منتظم يحقق حلول حقيقية، حلول تشريعية، حلول من داخل الشعوب توصلنا لشكل تشريعي يريحنا من أزماتنا ومشاكلنا. الحضور الأعزاء والكرام، لا يوجد مواطن سوداني أو مواطن مصري إلا ويعلم يقينا عمق العلاقات السودانية المصرية التي تضرب بجذورها في التاريخ. هذه العلاقة التي جسدها فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان عندما كان مشاركا في حرب 67 في أكتوبر وحرب الاستنزاف، وغطرناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذلك في القاهرة. فمثل هذه العلاقة إننا نؤكد في شباب السودان إن العلاقة التي بين مصر والسودان تقوم على الاحترام المتبادل والحوار المشترك ووحدة التاريخ والجغرافيا وإرادة الشعبين وإرادة الشباب مصر والسودان. وأنا أراجع شروط اختيار الشباب للمشاركة، وجدت يعني اثنين من الشروط لفتت انتباهي. الشرط الاول كان انه واحده من الشروط انه لازم يكون الشاب فاعل في المجتمع، وخيرا فعلت اللجنه المنظمه ان تختار مثل هذا الشرط. هناك شرط اخر انه تكون الاولويه للمشاركين يكونوا من خارج القاهره الكبرى، وانه لعمري شرط مميز انه الناس تتيح اكبر قدر من الفرص للشباب خارج المحافظات. ودائما الناس خارج المحافظات يعني بيفتكروا انه الناس في قلب الحدث هم الذين يستسهلون بالمشاركات، فده شرطين حقيقه يعني توضح يعني الروح الجميله لهذا الملتقى. ونتمنى ان شاء الله انه هذا الملتقى ياتي اكله وتكون له لما في يعني له ما بعده، ونتمنى ان تكون مثل هذه الملتقيات تكون بصفه دوريه. اخوة الاعزاء، أبنائي شباب مصر والسودان، شباب وادي النيل، نحن ننتمي إلى جيل كانت ولا تزال علاقات مصر والسودان هي علاقات تتسم بالقدسية بالنسبة لنا.
تربينا على وحدة وادي النيل، تربينا على حب السودان كما نحب مصر، والعكس بالعكس، تربينا على الثقافة السودانية، على أغاني عائشة فلاتية ومحمد وردي وسيد خليفة وغيرهم من رموز الفن والموسيقى السودانية. تربينا على حب نادي الهلال والمريخ والموردة وغيرهم من الأندية السودانية العريقة، فكان كل من ينتمي إلى النادي الأهلي هنا يشجع نادي الهلال، وكل من ينتمي إلى نادي الزمالك يشجع نادي المريخ وغيرها من الأندية السودانية العريقة. تربينا على حب علي جاجارين وعز الدين الدحيش وغيرهم من نجوم الرياضة السودانية، وقرأنا للطيب صالح كل رواياته، وتعلمنا في مدارس كان اسمها علي عبد اللطيف لمصر وجمال عبد الناصر في السودان وغيرهم من رموز الكرتون الشعبيه. تقارب شديد ما بين الحكومتين وما بين الدولتين، ويمكن من اوائل البرامج اللي الدولتين فكروا فيها هي فكره الربط. الربط ما بين مصر والسودان في كل شيء، من اول المواصلات عشان نعرف نوصل لبعض، للكهرباء، للتعامل، للثقافه، للسياسه، وبالتالي هي ولا البدايات المستقبل ان شاء الله هو يكون الحاضر اللي احنا نعيشه. بدايه اسمحوا لي كلنا نقف للسلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه.